بمورفولوجية سليمة ووزن طبيعي وولادة عادية، خرجت هذه العجلة إلى الحياة وبما فوق العنق رأس ثنائي الفم وبأوصاف متعددة. هي من الحالات النادرة التي تزداد بهذا الشكل وبولادة طبيعية. سبحان الله، أنت كتشوف كيفاش وحال الحمالة ديالها كانت عادية وورجها الحريق. هذا ما بغاش العجلة. فتي بتشوه عضوي يحمل ما يشير إلى وجود خلل جيني قد يكون حدث خلال فترة حمل البقرة، ويرجعه أهل الاختصاص إلى سببين أساسيين: تجانس الفحول مع أمهاتهم أو مع الأخوات، أو استعمال غير سليم وبشكل غير مدقق لبعض الأدوية البيطرية بدون استشارة خلال فترة الحمل. فكيف تم تشخيص هذه الظاهرة؟ بحال هاد الحالات هادي نقدروا نديروا عليهم بحوث في المعهد الحسن الثاني للزراعه.